لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معك مدرسة الأجيال لتعليم السياقة بن ساسي زكريا الكائن، مقرها بالرويصات ورقلة. شكرا على المشاهدة والإعجاب. إذن الدرس تاعنا اليوم إن شاء الله راح يكون نظام حركة المرور، يعني إشارات التقاطع، كيف تعرف الأولوية ليك ولا ضاعت عليك، ظالم ولا مظلوم، حقك من غير حقك، يعني كيف نطبقوا الإشارات الضوئية عند التقاطع، ولا كذلك إشارات الأولوية، يعني إشارات نظام الأولوية الأسبقية اليمين أو أولوية الطريق. إذا هذا كل في ثلاث خطوات راح نجاوبوا عليهم. يعني الكتاب هذا كما راكم تشوفوا فيه، هذا التيستور، هذا الكتاب هذا راح نقسمه على ثلاث خطوات وبطريقة سهلة ومبسطة إن شاء الله. هاكم شوف في هذا الكتاب، ها فيه نظام تاع حركة المرور. جيد، إذا نواصل. السؤال الأول يقول لكم: متى تكون لك أولوية الطريق؟ وقتها يكون عندك الحق. وفيما يخص الدرس اليوم إن شاء الله راح يقطعوا على ثلاث مقاطع، لخاطر الدرس هذا راح يجي طويل وماذا بيا باش الناس تستفيد وتعم الفائدة للمشاهد والمتابع، وبطريقة سهلة يعني سلسة، بطريقة مبسطة إن شاء الله ويفهموها كل الناس إن شاء الله بالهضرة تاعنا العامية إن شاء الله. نواصل. راح نطرح السؤال الأول، وهذا اللي علمنا نظام تقاطع حركة المرور. السؤال الأول يقول: متى تكون لك أولوية الطريق؟ وقتها يكون عندك الحق، وقتها تكون عندك لابروريتي. إلا في ربع حالات: أولا عند وجود شرطي المرور والإشارة الخضراء، وعند وجود تقاطع طريق رئيسي بطريق ثانوي، وكذلك عند وجود طريق ذو أولوية يعني طريق مضمون. نشرح، نعطيكم أمثلة وتوضيح. شوفوا الصورة هذه معي هنا، شاهدوها وراح نوضح لكم صورة أكبر. شوفوا الصورة، التقاطع هذا فيه شرطي مرور. الشرطي مرور عند التقاطع هو سيد المرور. الإشارة الضوئية واللوحية والأرضية كلها ملغاة، واش قال الشرطي طبق. هذه قاعدة. نزيد نوضح. الشرطي المرور في التقاطع كيعود في الرومبوا، الوضعية تاعو في هذه الحالة في هذه الصورة، إن السيارات اللي مقابلين على الجنب يعني منا ومنا في هذا الاتجاه، مرور مسموح، عنده الأولوية الطريق، يقدروا يفوتوا هذو الاثنين اللي جايين بهذه الجهة. واللي مقابله بصدره وظهره وقوف إجباري، لازم يحبس. وقوف إجباري، مش حتى اللي يشير له يقول له هكذاك ولا يتلفت يعاود يتلفت الساكن من خلفي هذاك، لا. الوضعية الوقفة تاعو هذه راها تنظم سير حركة المرور. وإذا طلع دراع وهبط الآخر أحبس، راح يغير الاتجاه، يعني انتبه راح يغير الاتجاه. نعطوا مثال على الصورة هذه. التقاطع هذا منظم بشرطي المرور. الأولوية لمن هنا؟ الأولوية راه عاطي الإشارة للسيارة الخضراء والصفراء، إذا يفوتوا هذو الاثنين، وهذو الاثنين ينتظروا أمر الشرطي. إذا ننتقلوا للحالة الثانية، عند وجود اشتعال الضوء الأخضر، الإشارة الخضراء لمن شعلها السيارة الحمراء. وفي هذه الصورة كاينة قاعدة، الإشارة الخضراء اللي عندي أنا اللي مقابلني عند التقاطع تكون عنده نفس الإشارة الضوئية. الاتجاه الآخر منا ومنا يعني عجل عندهم إشارة حمراء. إذا في هذه الصورة الأولوية لمن؟ تمر السيارة الخضراء يعني تفوت، وهذو الاثنين ينتظروا اشتعال الضوء الأخضر. لهنا راه كاين سؤال يقول: كيف تتم عملية دوران الأضواء؟ وشكون اللي يشعل الضوء الأول بعد الثاني بعد الثالث؟ كيف تتم عملية دوران الأضواء؟ إذا الجواب: تتم عملية دوران الأضواء من الأسفل للأعلى، يشعل أخضر ومن بعد أصفر ومن بعد أحمر، وهكذا الدور: أخضر أصفر أحمر، أخضر أصفر أحمر. نزيد نوضح لكم.
نعطيك مثال ثاني، الضوء الأخضر مدة اشتعال تاعو كم؟ 15 ثانية. راح نوضحكم في الصورة، مدة اشتعال الضوء الأخضر 15 ثانية، والأصفر 5 ثواني، والأحمر 20 ثانية. الأحمر عنده 20 ثانية. شوفوا المعادلة هذه لنا، يعني المجموع الضوئين الأخضر والأصفر يساوي المجموع الضوء الأحمر. الأخضر والأصفر 20 زائد الضوء الأحمر، عند تغيير الضوء الأصفر يتغير الضوء الأحمر. إن شاء الله تكون فكرة وسط، ونزيد نوضحه في الصورة أحسن. إذا في هذه الحالة وشكون يفوت في هذه الصورة؟ في هذه الصورة تمر سيارة الحمراء، وهذو الاثنين ينتظروا اشتعال الضوء الأخضر، ما نقولوش من بعد يفوت، راه فيه سحب الرخصة. وعند الممتحن كي تقولوا من بعد يفوت يقول لك الثلاث الجاي. جيد، نزيدوا نواصلوا الدرس. وقتها تكون عندنا الأولوية عند وجود تقاطع طريق رئيسي بطريق ثانوي. هذه الإشارة ولا زيدوا مطرحوها لكم هنا. تقاطع طريق رئيسي بطريق ثانوي. الإشارة هذه لمن جات؟ الإشارة اللوحية ولا البلاكة ولا البانو؟ لمن جات؟ جات السيارة الصفراء اللي مقابلتها. وشكون؟ السيارة خضراء. وهذه قاعدة ذكرناها، قلنا الإشارة اللي عندي اللي مقابلني تكون عنده نفس الإشارة، كذلك هذه الصفراء راه عندها هي والخضراء عندها نفس الإشارة. إذا الأولوية الأمور لمن؟ يفوتوا هذو الاثنين، وهذو الاثنين ينتظروا خلو الطريق. إذا وش معنى الطريق الرئيسية؟ الطريق الرئيسية ذكرناها ونزيدو نعاودو لكم. الطريق الرئيسية هي كثيرة الحركة، الطريق الكبيرة هي كثيرة الحركة، والطريق الصغيرة هي قليلة الحركة. ما نشوفوش ضيق ولا اتساع الطريق، يعني عرض الطريق، لا. نزيدوا فهمنا ان شاء الله هذه الصوره هذه. نعطوا مثال ثاني، نشوفوا المثال الثاني هذا. هنا في هذه الصوره الاولويه لمن؟ الاولويه للسياره الزرقاء والحمراء، على خاطر عندهم نفس الاولويه، تقاطع طريق رئيسي بطريق ثانوي، وهذا ينتظر خلو الطريق. اذا ندخل الحالة الرابعة، وقتها تكون عندنا الأولوية عند وجود شرطي المرور والإشارة الخضراء، وعند وجود تقاطع طريق رئيسي بطريق ثانوي، والحالة الرابعة عند وجود طريق ذو أولوية. الطريق مضمون ولا كاركتير دو نوت بريوريتي، يعني لك أولوية الطريق. الإشارة هذه لمن جات؟ جات للسيارة الزرقاء. الجهة الأخرى واش عنده؟ راه عنده إشارة قف، يعني وقوف إجباري، ستوب. إذا أولوية المرور لمن؟ لهنا للسيارة الزرقاء. إن شاء الله راح نزيد نوضح لكم أكثر ونعطيكم أمثلة أكثر. إذا راح ندخلوا السؤال الثاني، يقول لك وقتها تضيع لك الأولوية، يعني الطريق كثير المرور أين يفقد أولويته؟ وين يروح حقك؟ الطريق كبيرة وتضيع لك فيها الأولوية، عكس الشيء اللي قريناه. يعني ضعنا الأولوية عند وجود شرطي المرور كي يعطيك أمر بالإيقاف السيارة ولا قابلك بظهره وصدره. ضعنا الأولوية كذلك عند وجود اشتعال الضوء الأحمر كي تشعلنا الإشارة الحمراء فروج. وضعنا الأولوية كذلك عند وجود إشارة قف ستوب، عند وجود إشارة قف. هذه وش يسموها؟ وش تقروها؟ تقروها إشارة أولوية وقوف إجباري، لازم تحبس. الطريق فارغة عامرة لازم تمركي ستوب، سواء في الليل ولا في النهار، حتى في الليل تلقاها فارغة لازم تمركي ستوب، تحبس نهائيا. جيد، وضعنا الأولوية كذلك عند وجود ترك الأولوية، يعني فسح الممر للغير. اترك الاولويه للغير، يسموها بانو سيدي لو باساج، اترك الممر للغير، تخلي عن المرور. اذا هنا هذا الفرق ما بين الاشاره هذه والاشاره هذه، وش معناها؟ ما الفرق بين ما بينهما عفوا؟
الفرق ما بين إشارتين، ما بين إشارة ستوب وإشارة ترك الأولوية. إشارة ستوب لازم تحبس كما ذكرنا، كاتريك فارغة ولا عاملة، سواء في الليل ولا في النهار. أما ترك الأولوية لا، من البعيد اكشف الصورة تاعك، اكشف الرؤية تاعك، ما لقيت والو في التقاط تقدر تنقص السرعة وتفوت. يعني عند التقاط وتخفيض من السرعة وتلفت اليمين واليسار ما كان والو فوت. يعني من بعيد ما شفت والو تقدر تفوت، لقيت حاجة عن قريب ولا عن بعيد ملكي ستوب. إن شاء الله تكون الفكرة واصلة. إذن نزيد نواصل. وقت تهذينا الأولوية كذلك عند وجود سيارات الأولوية. سيارات الأولوية ذكرناها، الحماية والإسعاف والشرطة والدرك والسكة الحديدية. السيارة الأولوية هذو في حال استعمال منبهين ضوئي وصوتي نعطي له الأولوية. الإسعاف إذا كانت مش دايرة الأولوية، مش دايرة منبهين ضوئي وصوتي، تعتبر سيارة عادية ويطبق عليها القانون. كذلك الذهن الأولوية عند وجود تقاطع طريقين رئيسيين. وكذلك الذهن الأولوية عند وجود تقاطع سكة حديدية. جيد، نعطوا أمثلة على الشيء اللي قريناه بالنسبة للصورة هذه باش نفوتوا النظام هذا التقاطع، عفوا باش نفوتوا التقاطع لازم نمروا على 3 نقاط مهمين للمشاهد واللي باش يدير برمي جديد، يعني باش يدير رخصة جديدة. لازم تمر على 3 نقاط مهمين، هذا للتوضيح. لازم تشوف التقاطع اللي راك فيه، يعني الصورة هذه أعطيتك مثال على الصورة هذه، لازم تشوف التقاطع الإشارة هي اللي تنظم لك السير حركة المرور. ما كانش إشارة راه عندنا قاعدة نخلوها الدرس القادم إن شاء الله. أي تقاطع لقيت فيه إشارة تعود تعرف الأولوية ليك ولا ضاعت عليك. ومن بعدين كذلك تزيدوا تأكدوا من السيارات، شوف السيارات ما بين هذو 3 ما كان سيارة أولوية. إذا لقينا سيارة إسعاف ولا شرطة ولا درك نذع لك الأولوية. وكذلك نشوفوا نتأكدوا من السيارات، لعل كاينه واحدة راح تدور كما السيارة الخضراء هذه، كما راه دايرة السيارة الخضراء راه دايرة المؤشر، يعني الغماز من الجهة اليمنى، ولا يديروا لك سهم، يعني السهم هذاك مثابة تغيير اتجاه دوران السيارة. وفي هذه الحالة تقدر تجاوب، مش مجرد مع شفت الصورة تتجاوب، لا تريث. يعني إذا في هذه الحالة في هذه الصورة وشكون اللي يفوت؟ يفوتوا هذو 2 سيارة الزرقاء والصفراء، وهذا ينتظر خلو الطريق. ما دام كاين ترك الأولوية منه أعرف باللي راه عندهم طريق كبيرة حتى ولو ما دالكش الإشارة، لخاطر كاين سؤال عند الممتحن وكاين سؤال ثاني، يعني تقاطع ثاني يقول لك البلاكة اللي ناقصة هنايا، يعني الإشارة اللي ناقصة هنايا وشني؟ هذه مخلينها لك أنت سؤال. إذا فهمنا التقاطع، إذا هذول 2 راه عندهم تقاطع طريق رئيسي بطريق ثانوي، إذا يفوتوا هذول 2 وهذا ينتظر خلو الطريق. زين، نزيدوا التقاطع الثاني. الأولوية لمن في هذه الحالة؟ في هذا التقاطع تفوت سيارة الصفراء راه عندها إشارة ضمان الطريق، وهذول 2 ينتظروا خلو الطريق. نزيد نوضحوا التقاطع ثاني. التقاطع هذا لمن الأولوية لمن؟ لمن أولوية في هذا التقاطع؟ تكون الأولوية للسيارة الصفراء والحمراء. وكما ذكرنا لكم الإشارة اللي عند السيارة الصفراء اللي مقابلاته عند التقاطع تكون عنده نفس الإشارة، سي لو ميم بان. والإشارة الجهة الأخرى سيكون عندهم إشارة وقوف إجباري، يعني ستوب أوبليغاتوار. إذا يفوتوا هذول 2 مع بعض، وهذول 2 ينتظروا خلو الطريق. كذلك نعطيك مثال ثاني في هذه الصورة. الأولوية لمن؟ هنا راح تغير الحركة.
كانت تقاطع طريق رئيسي والأولوية للطريق الرئيسية، وهذا طريق ثانوي. يعني هذو اثنين راهم حابسين ما يقدروش يفوتوا عند دخلوا الطريق. يبقى المشكل يعني الممر يبقى ما بين هذو اثنين، وشكون اللي يفوت الأول؟ هنا يفوت الأول، يفوت الفايت، هو اللي فايت ديريكت، هو اللي عنده الحق، ومن بعدين يدور الداير، لخاطر الداير راه باش يقطع الطريق على السيارة الصفراء. نعاود قلنا تفوت سيارة صفراء وتدور سيارة الخضراء، وهذو الاثنين ينتظروا خلو الطريق. واضح ان شاء الله؟ نزيد نبسط لكم. كي يعود في كما هذه الحال، الصوره هذه كان راح يدور وهذا رايح على طول. نفرض هذا دار قبل هذا، يعني السياره الخضراء دارت قبل السياره الصفراء، ثم راه قطع الطريق على السياره الصفراء، يعني اداله حقه، وهنا راح يكون حادث. لازم كي يجي يحبس هنا ولا يحبس عند الرومبوا، يعني يحبس في النقطة المحورية. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت. إذا يفوت فايت ويدور الداير، وهذا اثنين ينتظروا خلو الطريق. جيد، نعطوا على سبيل المثال تقاطع ثاني. هذا إذا في هذه الصورة لم الأولوية؟ الأولوية يفوتوا هذو الاثنين، وهذو الاثنين ينتظروا خلو الطريق. نزيدوا نعطوا مثال ثاني في هذه الصورة. الأولوية لمن فيها التقاطع؟ السيارة الحمراء راح تدور اليمين، والسيارة الصفراء راح تدور اليسار. هذا واش عنده؟ عنده ترك الأولوية، يعني عنده ستوب، هذا ما يتحركش حتى تفرق الطريق. يبقى المشكل ما بين هذو اثنين، هذا راح يدور اليمين وهذا راح يدور اليسار. كيف يفوتون هنا؟ يفوتوا بتعاقب، يعني دوران بتعاقب، يديروا الرومبا. حتى لو ما كانش رومبا هم يكونوا رومبا، يعني الدوران يكون بهذا الشكل هكذا. راح ان شاء الله نبحث عن الصوره ونديرها لكم ان شاء الله. شكرا. اذا يفوتوا هذو الاثنين بتعاقب، يعني يديروا دوران باساج كروازمو، هذو الاثنين يدوروا وراء بعضهم، وهذا ينتظر خلو الطريق. علاش؟ لخاطر هذو الاثنين عندهم نفس الاولويه. زيد نوضحوا صورة ثانية. هذه الصورة تقاطع هذا لمن الأولوية؟ الأولوية فيها التقاطع لمن؟ الأولوية تكون السيارة الزرقاء، وذكرنا قلنا يفوت الفايت ومن بعدين يدور الداير، وهذا يمركي ستوب. زيد نوضحوا الصورة هذه. الأولوية لمن هنا؟ الأولوية هنا كذلك يفوتوا هذو الاثنين، وهذا يمركي ستوب. إذا عرفنا الأولوية لما تكون وعلى من تضيع، يعني حقك من غير حقك، ظالم ولا مظلوم. إذا اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، والسلام للمرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالصفحة وشكرا للمشاهدة والمتابعة. الدرس القادم إن شاء الله راح نزيد نوضحه أكثر وأكثر، ونعطوكم تقاطعات أكثر. نظرا لضيق الوقت باش ما نطولش بكم الفيديو، اختصرت بهذا الكلام. شكرا للمشاهده.